وللوقوف على حصاد العام والصعوبات التي واجهها النازحون في العراق خلال العام الحالي 2023 والذي قرب على الانتهاء. معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مساء الخير دكتورة. ورحمة الله وبركاته، حييكم وحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتورة. النازحون في العراق على وشك توديع عام آخر، لماذا تستمر أزمة المهجرين في العراق بهذا الشكل؟ تستمر أزمة المهجرين لأن هناك سياسات حكومية، لأن هناك أحزاب متسلطة، لأن هناك ميليشيات تتحكم بمصير هؤلاء النازحين، وليست هناك أي اعتراف بأن هؤلاء جزء من الشعب العراقي ويجب إنهاء ملفهم بصورة عادلة وضمان عودتهم إلى منازلهم بصورة آمنة أو يعيشوا حياة كريمة تليق بهم كما ضحوا هذه التضحيات وخرجوا من منازلهم وعانوا كل هذه السنوات التي الآن قد اقتربت من 10 سنوات دون أن يتم حسم هذا الملف، بل على العكس من ذلك تستمر هذه المأساة لأن لا زال هؤلاء الفاسدون يتسلطون على مفاصل الدولة العراقية والميليشيات تتحكم بمصير هؤلاء النازحين. نعم. هل ترين بالفعل أن السياسات التي اتبعتها الحكومة مع النازحين كانت عادلة، ولا سيما إغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم المدمرة قصرا؟ لا بالتأكيد السياسات الحكومية تفتقر إلى العدالة في ملف النازحين. كان هناك الإغلاق القسري وعودة قسرية للنازحين دون أن يتوفر لديهم أبسط متطلبات الأمان أو متطلبات حياة كريمة تضمن رجوعهم، إضافة إلى ذلك الحياة البائسة التي يعيشونها لافتقارهم إلى أبسط المقومات الإنسانية للعيش وهو أبسطها الغذاء والماء، إضافة إلى أن أطفالهم لا يفتقرون إلى الحصول على فرص التعليم، يعني الوثائق الثبوتية التي يعاني من فقدانها هؤلاء النازحون، خاصة وأن الكثير منهم نزحوا دون أن يأخذوا معهم هذه الوثائق التي تثبت لتضمن أن يحصلوا على حقوقهم كمواطنين عراقيين، وبالتالي حرمتهم أيضا حتى الحكومة من هذا بدعوى أنهم إرهابيون ولا ينتمون إلى جماعات إرهابية وغيرها من الممارسات الغير عادلة. إضافة إلى ذلك هو معاناتهم داخل مخيمات النزوح، افتقارهم إلى الحصول على فرص عمل، محبوسون داخل هذه المخيمات وكأنها مخيمات اعتقال وليست مخيمات لأجل أن يحافظوا فيها على حياتهم ويستمروا بحياتهم. كل هذا يؤكد أن هذه السياسات الحكومية هي غير عادلة تجاه ملف النازحين. نعم. هنا أيضا يعني وفي أحدث تقرير له برنامج الأغذية العربي يؤكد وجود أكثر من 4 ملايين بين نازح في العراق ومحتاج إلى مساعدة في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة حكومة السوداني أنها على وشك إنهاء ملف النازحين. لو نظرنا للأرقام، يعني حسب الأرقام يقول هناك 1,200,000 نازح بينما هناك 2.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عادلة أو عاجلة، يعني هذه الأرقام هي ليست أرقام بسيطة، ربما تمثل يعني عدد نسمات دول في العالم، فبالتالي إهمال مثل هذه الأرقام وإهمال مثل هذه الأعداد الكبيرة إلى ما يشير؟ يشير إلى أن هناك سياسة متبعة لمعاقبة هؤلاء النازحين معاقبة جماعية، يشير إلى أن هناك عملية انتقام من هؤلاء النازحين لأنهم وقعوا بيد جماعات إرهابية، وحتى انتمائهم لوطنهم يحاولون أن يمنعوهم من هذا. هناك سياسات غير عادلة تمارسها حكومة السوداني وغيرها من الحكومات منذ أن تهجروا ونزحوا عن منازلهم، فقدوا أبسط مقومات كرامة الإنسانية، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، وحتى لو أنهم أعادوهم فإن هذه الإعادة إعادة قسرية، خاصة وأنهم حتى في ظروف عودتهم منازل مدمرة، لا يوجد إعمار في هذه المناطق،
هذه المناطق لا أصبحت لا تصلح للعيش بسبب حتى سيطرة الميليشيات، المكاتب الاقتصادية، ما تقوم به الميليشيات من سياسات يعني سحب الأموال والسيطرة الاقتصادية على هذه المناطق، حتى يكون يعني يكون هؤلاء النازحون حتى بعد عودتهم لا يملكون يعني حرية التصرف في أملاكهم، بل حتى أن انتزاع الأملاك وحرمانهم وتهجيرهم قسريا من منازلهم يعني بحجة انتماء أي فرد، ولو حتى كان هذا الفرد بعيد جدا. الكثير الحقيقة من السياسات التي تؤكد أن هذه الحكومة وغيرها من الحكومات لا تريد إنهاء هذا الملف. هنا أيضا يعني الأنبار وديالة ونينوى وصلاح الدين ومحافظات أخرى لم يعد نازحوها إلى عدة مدن فيها، أين الالتزامات الإنسانية والقانونية المترتبة على الحكومة في ظل رفض الميليشيات؟ يعني حتى هناك مقطع مصور للوزيرة وزيرة الهجرة والمهجرين ممتعضة من كثرة التساؤل على موضوع النازحين والمهجرين، وكأنهم يعني أناس لا يتبعون إلى العراق أو يعني يتبعون دولة أخرى. نعم بالتأكيد، يعني مهجري هذه المناطق وهذه المحافظات يعني تعاملهم الحكومة وكأنهم ليسوا مواطنين عراقيين يتمتعون بحقوقهم داخل وطنهم، وبالتالي أصبح حتى الشعور لدى هؤلاء المهجرين بأنهم يعني ليسوا عراقيين، بل حتى أن بعضهم لاحظنا يطالب بأن يتم تهجيرهم إلى خارج العراق فقط لكي يعيشوا بكرامة ويحصلون على فرصة عمل ويستطيعون تربية أبنائهم وإرسالهم إلى المؤسسات التعليمية والحصول على الرعاية الصحية والحصول على يعني الكثير من المتطلبات الإنسانية. لا أصبحت يعني الإنسانية يعني هذه هي أبسط الحقوق يعني ممنوع منها الحصول عليها هؤلاء المهجرين. وبالتالي نعرف جيدا ان حتى هذه الـ يعني ملف النازحين اصبح الامر بيد السياسيين، يستغلونها متى يريدون من اجل اغراض انتخابيه ودعايات انتخابيه، وبعد ان يتم الانتهاء من هذا يستطيعون ان يفتعلوا ابسط الحجج من اجل التملص من وعودهم. نعم. وما يعني وضعوه كخطه وأولوية لديهم من حتى يتم يعني مساندتهم ويعني أن يحصلوا على أصوات هذه في المناطق، كلها تؤكد أن أصبح ملف النازحين هو مجرد لعبة سياسية تستخدمها أطراف عديدة. وهنا السؤال، يعني إذا كانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة تراوحت وفق مصادر موثوقة أو رسمية بين 7-10% فقط، فيعني الناس الذين يمتلكون منازل وبيوت لم يشاركوا، فكيف يعني تتوقع الحكومة مشاركة من قبل النازحين في انتخابات مجالس المحافظات ويعدون لهم كما ذكرتي ويعدونهم بإنهاء مأساتهم؟ يعني مع الأسف الشديد يعني هؤلاء الذين يعني يرشحون في الانتخابات أما هم الوحيد هو مجرد الحصول على مناصب ومجرد الحصول على المكتسبات المادية التي سوف يحصلون عليها من هذه المناصب، أما هموم المواطنين، أما تلبية احتياجات المواطنين، أما الغرض الأساسي من يعني حصولهم وترشيحهم وهو خدمة هذه المجتمعات، فهو هذا جزء بعيد عن تفكير هؤلاء السياسيين، بل همهم الوحيد هو فقط الاستفادة بأقصى قدر ممكن، وحتى التلاعب والكذب وهذا أصبح نعم. يعني سمة من سماتهم، أصبحوا يستخدمونه بدون حتى وازع ضمير، ولهذا يعني لا نتوقع منهم ولا يعني لم يعد أحد يصدقهم، ولهذا حتى هذه النسب التي يعلنون عنها النسب المزيفة هي في الحقيقة نسب التصويت هي أقل من هذا بكثير، وهم نعم. فقط يريدون أن يخرجوا سيناريوها في العالم تؤكد طيب. أن هناك عملية ديمقراطية في العراق وهناك مناصب وهناك ترشيح وهناك ناخب ومصوتين وغيرها، وفي الحقيقة يعني هي مجرد ألعاب سياسية تمارسها هذه الحكومات
بمساعدة طبعا كما هو معروف مساندة من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعم الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.